أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي صفة العمرة بإيجاز، حيث أنني أقرأ في بعض الكتيبات من صفة العمرة لكن لا أعلم الصحيح منها من الخطأ، والله يحفظكم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات الذي يمر به داخلا إلى مكة، أو يحرم بها من المكان الذي نوى منه العمرة ولو كان بعد الميقات مما يلي مكة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج ويحرم بها من أدنى الحل، ثم إذا وصل إلى البيت العتيق فإنه يطوف به 7 أشواط بنية طواف العمرة، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف وهما سنة تابعتان للطواف، ثم يخرج إلى الصفا ويبدأ منه السعي إلى المروة 7 أشواط، ذهابه سعية ورجوعه سعية إلى أن يكمل 7 أشواط سعي العمرة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر من شعرها لكل ظفيرة قدر أنملة، وبهذا تنتهي العمرة فيحل من إحرامه ويلبس ثيابه. إذن فالعمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان في مكة أو من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، ثم الطواف بالبيت 7 أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير. هذه هي العمرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.